على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الحقيقة إن يعني في زحمة الحياة وفي زحمة الأحداث ومتابعة الأخبار وكل الكلام ده، يحتاج المسلم دائما إن هو يقف وقفة مع نفسه حتى يتذكر فيها يعني الجانب الإيماني في حياته، ويتذكر فيها ذكر الله عز وجل اللي هو يعتبر يعني الأمر الأساسي لقلب المؤمن حتى يشعر بالطمأنينة والسعادة والراحة في هذه الدنيا. الله عز وجل في سورة الرعد يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل هو دواء القلوب المتعبة، وهو راحة للمؤمنين، وهو طمأنينة لقلوب المؤمنين. الله عز وجل وصف عباد المؤمنين بأنهم يذكرون الله كثيرا في سورة الأحزاب، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في نفس السورة الأحزاب أيضا الله أمر المؤمنين بأن يذكروا الله كثيرا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك أمر الله عز وجل نبيه بالذكر، فقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فهناك فوائد كثيرة جدا لذكر الله تعالى، نتعرف على هذه الفوائد مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بالدكتور. اهلا وسهلا ومرحبا بالاخ الحبيب المجيد الاستاذ طارق، الاعزاء الكرام، فريق البرنامج بلا استثناء كل من شبك والمقارب واداره القناه والمشاهدين الكرام لهذه القناه المباركه، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه. احييكم جميعا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دكتور، يعني فوائد ذكر الله عز وجل. إن شاء الله. الحمد على جميع نعمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جليله ولا تبلى حدوده ولا يبسى عليه ولا يثنى مديده ولا يفرق مزيده الذي أمله في مثله في مثله وهكذا الوليد صمدا في سنه في دوامه. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في مخلوقك في دوامك، فإني أؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحامدين معه. ولعلم الأحبة، التأمين دعاء، التأمين دعاء، يعني عندما تسمع مسلما يدعو في خطبة جمعة أو في درس أو في محاضرة أو في موعظة أو في برنامج أو في فيديو وتقول آمين، هذه الكلمة فقط آمين هي دعاء. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم وزد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. مع أن موسى صدر الآية وقال موسى ربنا، لكن لما قال تعالى مجيبا لدعوة موسى قال: قد أجيبت دعوتكما. ألف الاثنين تعود على من؟ مع أن الداعي موسى، لكن أما هارون على دعوة أخيه فكان داعيا معه، فنسبت الدعوة إلى من دعا وإلى من أمن. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني دكتور، من يؤمن على الدعاء ياخذ نفس ثواب اللي بيدعي؟ ثواب ويستجيب الله تعالى له. اي نعم. قد أجيبت دعوتكما، يعني قد لا يحفظ الاخوه مثلا ادعية القران الكريم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قد لا يحفظ دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قد لا يحفظ دعاء سيدنا سليمان: ربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخل برحمتك في عبادك الصالحين، رب اغفر لي وهب لي منك لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. قد لا يحفظ دعاء الخليل عليه السلام: ربي هب لي حكما نحن بالصالحين واجعلنا من ورثه جنات النعيم واغفر لها بما كان من الضالين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. قد لا يحفظ دعاء يوسف عليه السلام: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي فينا لقد كنا مسلمين وحكم الصالحين الى اخر هذه الادعيه. ولا يحفظ النبي عليه الصلاه والسلام:
رب انصرني ولا تنصر علي، رب مكني ولا تمكن مني، رب انصر لي ولا تنصر علي، رب اعني ولا تعن علي، رب اجعلني لك ذكارا شكرا اخر هذه الادعيه. فلما تسمع خطيب او واعظ او داعيه او مدرس في محاضره او في درس او في خطبه او في عظه، كل الادعيه كلها بس يكفي ان تقول امين. اللهم اي نعم. فيستجيب الله تعالى لك كما استجاب له، ويوكل الله تعالى بك ملكا يقول لك بمثل ما قلت. هذه نقطه مهمه جدا. ولذلك الاخوه الذين يسالون يقولون الشيخ يقول مع كل يعني من يحمد الله تعالى فاني اؤمن على حمدهم، وكل من يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فاني اؤمن. انا بقولي امين انا اصلي واسلم معهم، بقولي امين انا ادعو الله تعالى، انا ادعو الله تعالى معهم بمثل ما دعوا به. فالتأمين دعاء بدليل هذه الآية المحكمة في سورة يونس، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فليس مكونا من أجزاء وليس مكونا من أفراد. تعالى الله عما قلنا علوا كبيرا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر هذا النص الكريم. والشهادة لصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم أجبنا واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرما، كما قلت وقلت الحق وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، واعصمنا بمنك وفضلك وقولك منا واقضي ما احييتنا. فلا عاصم الا انت، واختم لنا بها بوجهك الكريم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك. اجعل اخر كلامي وكل من يقول امين من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم امين. لنا بها يا رب، اختم لنا بها يا رب، اللهم اختم لنا بها يا رب. وما ذلك عليك بعزيز، فقد قلت ادعوني استجب لكم، وقلت اجيب دعوه الداعي اذا دعان، وانك لا تخلف الميعاد يا من كان وعده ماتيا، يا من وعده غير مكذوب. والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على صفه الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، اكمل واتم ومنتهى وارضى ما في علمك من العدد والمدد والوزن والملء. وكلما صليت او سلمت او صلى او سلم علي احد من خلقك فاني اؤمن على صلاتهم وسلامهم، فاكتب لنا مثل هذه الصلاه والسلام وعددهما في جميع الصلوات والتسليمات في علمك التي يصلى بها عليه وسلم بها عليه في علمك في ملكك في دوامك، في مثل وعدد صلواتك وسلامك عليه يا ذا الجلال والاكرام، في مثلي في مثلي وكذا، وليك صرمدا في صرمه بدوامك، حتى نكون بمنك وقولك وفضلك اكثر خلقك صلاه وسلاما عليه، واقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامه واولى الناس به. وبعد، عفوا اخي الحبيب. اي نعم دكتور. عفوا حبيبي، يعني في الايه في المقدمه قل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر. اي نعم، قبل طلوع الشمس. سبق اللسان انما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. القرآن غالب لا مقبول. أما عن الذكر فإننا ربما في برنامجنا المبارك الذي أرجو الله تعالى أن يكتب له الحياة وأن يكتب له يعني الإيه الدوام والاستمرار وامضاتنا القرآن الكريم إن شاء الله بإذن الله، لمعنى ودلالة كلمة الذكر في القرآن الكريم. إنها تربو على 20 معنى، 20 معنى. ودي من علوم القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم علم الوجوه والنظائر. أين الوجوه والنظائر؟ الوجوه اللفظ والنظائر المعنى. فالكلمة الواحدة تتردد في القرآن الكريم يعني بعض الكلمات عشرات المرات مئات المرات، وليس تكرار، فليس في القرآن الكريم تكرار. أين لأن التكرار حشو، ويتنزه كتاب الله عن أن يكون فيه حشو. الشأن في القرآن الكريم الإيجاز، وهو أعلى مقامات البلاغة، وكثير من القضايا يتعرض القرآن لها بالإيجاز، ولم يتعرض القرآن الكريم بالإطناب في قضية إلا قضية الدين. لأية الدين يعني الدين. أي نعم، فتح الدال الدين.
أو باللغة الدارجة العامية الدين. الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أي نعم. طب دكتور، هو ليه السبب في أن هذه الآية طويلة جدا يعني؟ حقوق، حقوق العباد، لأن حقوق العباد تقوم على المشاحة. عض قلبي ولا تعض رغيفي. يعني المال شقيق الروح. فلذلك يعني هو نصف زينة الدنيا. نصف زينة الدنيا المال. الحديث النص، وبالمناسبة يومنا الخميس وبالغروب الشمس اليوم حين وقت يبدأ وقت قراءة سورة الكهف. في السورة الكريمة يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شو بقى لما تجد نصف زينة الدنيا يتعرض لإيه؟ يتعرض للإيه؟ للغصب وللنهب. أي نعم. وللشفط. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقي أبصر يتخلون عن ربك ثوابا وخيرا أملا إلى آخره. فلذلك أطال المولى عز وجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب. شوف، يأمر بالكتابة وبعدين وليكتب وبعدين ولا يأب كاتب وبعدين واستشهدوا شهدا من رجالكم فإن لم يكن، وهكذا. فلذلك يعني قلنا أن علم الوجوب والنظائر من علوم القرآن الكريم، فتعرضنا لمعنى كلمة الذكر. لكن حديثنا اليوم عن فوائد الذكر. أي نعم. فوائد الذكر أعلى فائدة، أعلى فائدة، اللهم اكتبها، اكتب جميع الفوائد لنا يا رب. يا رب. اللهم كن علينا بجميع فوائد الذكر، واجعلنا أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرى وخشية. يعني أكبر وأفضل وأعظم فائدة وفضيلة ومنفعة من فوائد وفضائل ومنافع الذكر أن الذي يذكر الله يذكره الله عز وجل. الله يذكره، سبحان الله. الله يذكره. اسمع كده النص القرآني، وليس بعد العرس عطر. أي نعم. ما فيش بعد العرس عطر. مثل قديم يعني. أي نعم. واحدة دخل بها زوجها وما فيش لا عطر ولا زينة ولا غيره، وبعد ما انتهى العرس راحت تتعطل. في المثل ليس بعد العرس عطر. ليس بعد العرس عطر، العطر في العرس، بعد العرس خلاص يعني لكل. الكلام ده نقوله وننزله على المعنى هنا، يعني بعد ما يقول الله تعالى في كتابه شيء ليس بعد قول الله قول. ادي معنى العبارة هنا. فالله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. ولعلنا لو تذكر أخي الحبيب، يعني ذكرنا حوالي يعني قرابة 25 معنى. فاذكروني بالطاعة أذكركم بالرضا، اذكروني بالتوبة أذكركم بالإنابة، اذكروني بالعمل أذكركم بالتوفيق. يعني دكتور، يعني ذكر الله عز وجل للعبد يعني معناها مش مجرد ذكر الاسم، يعني معناها في يعني شيء هيحصل يعني. ابدا تماما. مش مجرد ذكر. عفوا. ولذلك ذلك ابن القيم، اسمعوني. ابن القيم القيم يقول في هذا الكلام كلاما قيما. يقول لو لم يكن في فوائد الذكر الا هذه لكفت. لو ما فيش فوائد الذكر الا انك انت لما تقرب من ربنا يذكرك لكفت ووفت. لذلك شو بقى في المقابل بقى، في العكس بقى، إذا كان الله تعالى يقول في البقرة فاذكروني أذكركم، اسمع ما يقول تعالى في من ينسى ولا يذكر. أي نعم. النقيض. ها؟ النقيض يعني. أي النقيض. تقول تعالى في الحشر اسمها الأشهر، ومن أسمائها سورة بني النضير. أي نعم. لأنها تتحدث عن غزوة بني النضير، والذي أخرج لنا الكفر من آل فرعون من ديارهم وراح يسمع ظنهم ما يخرجوا. في آخر سورة يقول تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله. في إيه؟ فأنساهم أنفسهم. نعم. شوف، مش ربنا نساه، ربنا نساش أحد. اسمع ما قال تعالى على لسان سيدنا موسى في سورة طه، وما كان ربك نسيا. في سورة مريم، وما كان ربك نسيا. ولما فرعون سأل موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ساش. فما معنى قول الله تعالى عن المنافقين في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم؟ لا، النسيان هنا بمعنى الترك. أما الله تعالى فلا ينسى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لكن المعنى الذي أريد أن ألفت النظر إليه وأثير الانتباه إليه، إن اللي ينسى ربنا، إحنا قلنا من معاني الذكر
أعم معنى الطاعة. أعم معنى الطاعة بكافة مجالات الطاعة وكافة ألوان الطاعة. يعني الصلاة ذكر، الصيام ذكر، الحج ذكر، الزكاة ذكر. ولذلك الفضيل بن عياض التابعي الجليل وغيره من السلف الصالح يقولون: من أطاع الله تعالى فقد ذكر. أي نعم. من أطاع الله فقد ذكر، ومن عصاه فقد نسيه ولو أكثر التسبيح والتحميد والتكبير. يعني الأمر مش مجرد كلام يعني دكتور. لا لا مش مجرد، لأن الذكر ما تذكر، قلنا الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. أي نعم. وأعلى أنواع الذكر ما يتواطأ فيه القلب مع اللسان. القلب بيذكر، وذلك حضرتك ذكرت الآية في الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ده الذكر اللي هو إيه؟ يكون بالقلب. ذكر القلب يعني يجعل الإنسان يقلع عن المعصية، يبعد عنها، ينأب نفسه عنها. اقرأ الآية في هذا، هي من الشاهد اللي استشهدنا بها في ذلك البرنامج. قل تعالى في أوصاف المتقين: والذين إذا فعلوا الفاحش، إذا وهنا صح المفهوم. كثير من الناس يظن أن الملتزمين الإسلاميين معصومين. كثير من الناس يظن أن المسلمين والإسلاميين أن هم إيه؟ معصومين، نخش في خطأ. ده وهم، وهم كاذب، لأن هذا يخالف الطبيعة التي خلق عليها البشر. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. لم يقل خاطئ، إنما قال خطاء. فرق كبير بين خاطئ وخطاء. خاطئ اسم فاعل مرة واحدة، لكن خطاء يعني خطاء، خطاء كثير الخطأ، يعني يقع في الخطأ، يقع في الخطأ، يقع في الخطأ. ولذلك كل بني آدم، وخير الخطائين التوابون. أبونا آدم، أبونا آدم أبو البشر، ربنا خلقه في الجنة ومتعه بكل أشجار الجنة، قال له بس شجرة واحدة بس، ولا تقرب هذه الشجرة. والنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. طب بمعنى إيه دكتور؟ ها؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقرب هذه الشجرة، ده أبلغ من أن يقول: ولا تأكل من هذه الشجرة. بس ما تقربش حتى منها، ما تقربش منها. وهذا المعنى لدقته اسمع في نهي الله تعالى عن الزنا وعن الفواحش. يقول تعالى: ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا. أي نعم. ولا تقربوا. ليه؟ لأن مش ممكن أبدا، يستحيل إن رجل يقع مع امرأة في الزنا والعزب. لا كده عرفون من باب الطاق كده، صاروخ صاروخ تماهوك، صاروخ تماهوك، أحدث الصواريخ يعني. لا 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 أبدا، هناك مقدمات. ولذلك آية النور تتحدث عن هذه المقدمات. يقول تعالى: الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى في خطوات. وأمير الشعراء أحمد شوقي عليه رحمة الله: وإن من الشغل حكمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يتحدث عن هذه المقدمات فيقول، يتحدث عن هذه الخطوات فيقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. نظرة فابتسامة، النظرة دي أول سهم. ولذلك في الحديث على ما في سنده: النظرة في سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله يعني أذاقه الله تعالى يعني حلاوة لا يجدها إلا في قلبه، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر هذه النصوص. واخفض جناحك آيتان في كتاب الله. النظرة يعني دي أول خطوة، أول يعني أول همسة وأول لمسة تجر بعدها. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذا تم اللقاء الحديث بقى الصحيح، الحديث صحيح: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وذلك في بعض الآثار: لا يخلون رجل بامرأة ولو قال يعلمها القرآن، حتى لو كان هيحفظ القرآن. وذلك نقطة مهمة جدا، بعض الناس يستقدموا حفاظ لأولاده في بيوتهم.
بالك إذا كان المحفظ رجل والذي يحفظ امرأة، أو وبالمناسبة كلمة امرأة يعني أيضا تصحيح لغوي، تصحيح لغوي. كثير من الناس من العامة خاصة يظن أن لفظ امرأة، لفظ امرأة لا يقال إلا على المتزوجة، وهذا وهم، هذا وهم. إنما لفظ امرأة في عرف الكتاب والسنة يطلق على كل أنثى، كل أنثى حتى لو كانت غير متزوجة. يعني شفت بعض المقاطع يعني كده، أنا مثل الناس يعني، مقطع يعني معلمة واقفة في تيتشر، واقفة في ومعها طبعا بتعلم الطلاب والأولاد بالغين، يعني الأولاد يعني إيه لقطوا كلمة من المعلمة، فيعني إيه كأنهم فهموا منها وأرادوا إن هم يعملوها طرفة إنها متزوجة. قلت لهم لا، أنا بنية مش متزوجة، أنا مش امرأة. فالقرآن يقول حتى نثبت المعلومة، ولذلك القرآن مصدر يعني عفوا يثبت لك المعلومات. في سورة القصص، سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر مطارد ملاحق والتاريخ يعيد نفسه، لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، والأمة برضو من الكلمات القرآنية لها أكثر من معنى، شوف هنا أمة يعني جماعة، بينما أطلق لفظ أمة على شخص واحد وهو أبونا سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ده أبونا إحنا، إن إبراهيم كان أمة، هو كان عند في نظر الناس قوم فتى. ولذلك شوف أنا يهمني مكانتي عند الله، ما يهمني مكانتي عندي فلان ولا علان ولا في جنسية ولا في دولة، أنا يهمني مكان من أنا عند الله، من أنا في نظر قوم فتى. والنص يقول في الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا إبراهيم، فتى اسمه إبراهيم، هو عندهم فتى، لكنه عند ربه في النحل إن إبراهيم كان أمة سبحان الله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، جامع يعني وصف بأنه أمة لأنه جامع لصفات، جامع لصفات الخير المستأهلة لعون الله، متأبي على خصال الشر. كذلك نفس المعنى في سورة الكهف أيضا نذكر بها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أنا يهمني وزني عند الله، أي نعم، ما يهمني وزني هنا. قد يكون الرجل صاحب مركز ومنصب اجتماعي ويعني ومركز مرموق ترنو إليه الأبصار وهدخ به العيون، لكن في الدنيا لا يساوي. إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، الدنيا كلها تيجي تقول أنت أنا لي ثقلي ولي مركزي، المهم مركزك عند الله، المهم وزنك عند الله. لما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شجرة، وكان الرسول جالس تحت ظل هذه الشجرة ومعه جمع من الصحابة، لما صعد على الشجرة والريح، وقلنا قبل ذلك في حلقة من الحلقات أن كلمة ريح في كل موضع ورد فيه القرآن الكريم فهي إيه؟ فهي عذاب، إنما إذا ورد جمعا فهي رحمة. ولذلك يقول تعالى في كتاب الكريم بل هو ما استعجلتم به ريح، سورة الأحقاف، فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك النزل قمر. فالريح أسفل، الريح طيرت ملابسه فكشفت عن ساقيه، كشفت عن ساقي عبد الله بن مسعود، وقع بصر الصحابة على ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا من نحافة ساقه ضعيف، لأنه إيه مفيش حاجة. فالرسول بفراسة النبوة صلوات ربي وسلامه عليه فداه أبي وأمي عرف سبب ضحكهم، فقال إن هذه الساق التي تضحكون منها لهي يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. سبحان الله، الساق دي اللي ضحكتم منها لنحافتها وضعفها وضالتها في الميزان يوم القيامة، الساق بس مش الرجل كله ولا عمله، الساق بس، إن هذه الساق يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. فأنا يهمني مركزي عند الله سبحانه وتعالى. فنرجع بقى إلى إيه؟ إلى المعنى الذكر. أفضل منافع وفوائد وفضائل الذكر
أعلاها أن الذاكر لله يذكر الله عز وجل. أي نعم. يذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. طيب. من أيضا من فوائد الذكر فائدة أولى. هتسمح لي تفتح لي صدرك وتفسح لي الوقت؟ اه طبعا دكتور باذن الله، لو دخل الساده المشاهدين بقى ان شاء الله يعني يناقشونا برضه ان شاء الله. يدخلوا على العين والراس، بس خلي بال حضراتكم ما تنساش مني، لك عندي 100 فائده من فوائد الذكر. ما شاء الله، لا احنا محتاجين يعني سلسله كبيره من الحلقات دكتور. انا بقول حضرتك اهو عشان تمسك الخير، 100 فائده ومنفعه وفضيله من فوائد الذكر الله عز وجل. اي نعم ما شاء الله. ليه؟ لماذا هذا الكم الهائل؟ ما أنزل الله تعالى الكتب ولا أرسل الرسل إلا لذكره. أي نعم. شوف شوف إجمال. ما في كتاب أنزله الله ولا رسول أرسله الله إلا وكان الهدف الرئيس ذكره والأصيل ذكر الله عز وجل. والعبادات كلها شرعت من أجل هذا الهدف. ذكر الله. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. لذكري. أي نعم. هذه واحد. اثنين، لو انطلقنا إلى سورة الحج وحديث القرآن عن الحج في سورة البقرة وسورة الحج، خذ مثال مثلا في سورة البقرة في حديث سورة البقرة عن الحج، قال تعالى من أول قوله تعالى: وأتموا الحج عن الله، إلى أن يقول في الآية الثانية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا خير يعلمه الله، وتزوجوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله. هذه واحد، فاذكروا الله عندما شرح الحرام. اثنين، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل من الضالين، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، واستغفروا الله، والاستغفار ذكر، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، فاذا قضيتم مناسككم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب الله سوء الحساب. وبعدين واذكروا الله كم مرة الآن؟ ها أربع مرات ولا في أيام معدودات فمن تعقل فيه. هذا في البقر. انطلق معي إلى سورة الحج من أول قوله تعالى حديث سورة الحج عن الحج، من أول قوله تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكيف فيه والباب. اسمع ما يقول تعالى بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج. الأذان الإعلام، وأذان من الله ورسوله، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ رجالا، جمع راجل وليس جمع رجل. أي نعم، جمع راجل بمد الراء، يعني الراجل يعني ماشي على رجليه. هذا تعرضنا لان هذا معنى قبل ذلك. تأتوك رجل. وعلى كل ضامر، لما قالوا على كل ضامر دل على ان راجل معنى راجل معنى ماشي على رجليه، لاني على كل ضامر يبقى راكب. وعلى ياتي من كل فج عنه. لماذا؟ لماذا؟ اجابت الايه: ليشهدوا منافع لهم وبعدين ويذكروا اسم الله. يعني معلومات على ما رزقهم مثلا عام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ثم ليقروا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذر العتيق، الى ان يقول تعالى: ولكل امه جعلنا من سكن، ولكل امه جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله. نعم. كان الهدف ذكر الله. طب احنا دكتور بنستاذنك، يعني بدات تجي الاتصالات لينا، معانا الاخت سميه من مصر. استاذه سميه اتفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ اهلا بحضرتك. وازاي الدكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عايز اسال حضرتك على سؤال عن كفاله اليتيم. اتفضلي. كفاله اليتيم يعني في اخين يتمى والواحد ساعد مثلا بمبلغ شهري كل شهر، دي تدخل في كفاله اليتيم ولا لازم الواحد يشيل يعني مصروفه وتعليمه ولبس واكله وشربه؟ طيب تمام. وفي سؤال تاني يا استاذ طارق بعد كده. اتفضلي. ان الدكتور يدعي لي كده بالجنه ان شاء الله. ربنا والعفو والعافيه، ربنا يعفو عنك ويعافيك يا رب. اللهم امين يا رب ان شاء الله. دكتور، السؤال الاخت سميه عن مساله كفاله اليتيم، يعني هل لازم المسلم يكفل اليتيم كاملا ولا لو دفع مثلا جزء معين ياخذ هذا الثواب؟ هو الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، اولا شكرا لاختنا او ابنتنا سميه على حسب مرحلتها العمريه، كفلت اليتيم. الرسول قال عليه الصلاه والسلام: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه.
أنا وكافلة. وبالمناسبة اللي لاحظ الإخوة المشاهدون إن الوسطى عندي أطول من السبابة. أي نعم. هكذا كل البشر إلا صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه، السبابة عنده أطول من الوسطى. من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. من خصائص الرسول إن السبابة اللي هي بترفع أثناء التشهد دي أطول من الوسطى، بينما الوسطى عند كل الناس أطول الأصابع. ولذلك لما قال أنا وكفلتين يعني هو سابق، ودي دلالة كون إن السبابة أطول. إن الرسول سابق وكفلتين إيه؟ لاحق. لاحق. أنا وكفلتين بالجنة تأتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير البيوت بيت يكرم فيتي. كفالة اليتيم على حسب الاستطاعة. على حسب الاستطاعة. يعني أنا اليتيم في كفالته فيما ما الذي يحتاج إليه؟ يحتاج إلى ضروريات الحياة الستة. أي إنسان يحتاج إلى هذه الأمور الستة لكي يؤمن له حياة كريمة: مطعم، مشرب، ملبس، مسكن، مركب، منكح. مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، مركب، منكح. يأكل ويشرب يلبس ويسكن ويركب المواصلات وبعدين يتزوج. ده الكفالة الأمانة الستة. أنا غير قادر أن أنا يعني أوفر له هذه المطالب الستة. أنا قادر أن أوفر له أكله وشربه خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أربع آيات والآية الخامسة في سورة النساء الصغرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنص القرآني في سورة النساء الصغرى واسمها الأشهر الطلاق: لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. والنص الكريم في الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة. والنص في آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. النص في البقرة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله ما تعملون بصير. وفي المزمل تقريبا: إن الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. فأي شيء تقدمه لا يضيع. في النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويضاعف. فهي دي كفالتها، دي قدرتها، هذه استطاعتها، ولذلك لها هذا الأجر. والحديث الأثر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب درهم سبق ألف درهم. رب درهم سبق ألف درهم. كيف سبق ألف درهم؟ مش بالحساب، لا، إنما بالحال، بالحال والواقع. واحد عنده درهمان، رجل الناس عنده درهمان، استبقى درهم لنفسه والدرهم الثاني قدمه لله سبحانه وتعالى. رجل آخر عنده أنفان أمسك ألف وقدم ألف لله، هل يستوون؟ لا يستوون في العدد والحساب. معايا أخبار؟ معاك دكتور. نعم. لا يستوون في العدد والحساب الدنيوي، لكن عند الله اللي قدم الألف دي قدم نصف ماله، نصف رأس ماله، نصف تركته. واللي قدم ألف من ألفين قدم النصف، فهذا نصف هذا نصف. والعمل يكتنف عدة اعتبارات تجعله أعظم أجرا وتجعله أكثر ثوابا على الله سبحانه وتعالى. فلها أجرها بما أنفقت، وربنا سبحانه وتعالى على قدر الإخلاص يعظم الأجر والثواب إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. نعم. أيضا بتطلب من حضرتك الدعاء دكتور، يعني إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا أهل الجنة. تطلب من حضرتك الدعاء، يعني الأخت سمية: أسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، أدعوك لأختنا سمية ولسائر المسلمين والمسلمات في علمك في ملكك يا رب. أسألك لي ولهم جميعا الجنة بغير سابقة عذاب ولا سالفة حساب والعتاب، فأنت غني عن عذابنا ونحن فقراء لرحمتك يا رب العالمين. أطعناك بإذنك والمنة لك علينا، أطعناك بإذنك والمنة لك علينا، وعصيناك بعلمك. بعلمك لا أقول بإذنك، انتبهوا أحبتي لهذه الدقائق. أطعناك بإذنك والمنة لك علينا، وعصيناك بعلمك. لا يصح أن يقول عصيناك بإذنك، لأن الله تعالى لم يأذن بالمعصية، شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعصيناك بعلمك والحجة لك علينا، فبمنتك علينا وبحجتك علينا إلا غفرت لنا كل ذنب وأصلحت وسترت منا كل عيب وفرجت عنا كل ذنب، ولا توفيتنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان،
غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعوناك بهذه الدعوة بأسمائك الحسنى كما وجهتنا، فأجبنا كما وعدتنا يا من يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، يا من قلت ادعوني أستجب لكم وقل أجيب دعوة داعي لدعاء. نعم. اللهم أمين. معنا الأخ أبو آية من الجزائر. أبو آية تفضل. أخ أبو آية تسمعنا؟ نعم. تفضل بالسؤال. ممكن سؤال فضيلة الشيخ؟ أولا ربما غضبنا على الدعاء الذي كان يدعوه للمتصلة، فنسأله كذلك الدعاء لنا إن شاء الله. سؤال فضيلة الشيخ، يعني عدلنا في البنوك الإسلامية. أي نعم. ممكن أنها عندك مبلغ يبنوا لك للبناء، قال مثلا 200,000 دينار جزائري ويحولونك إلى مقاول، يعني ممكن الاتفاق مع المقاول على أن هذا يستهلك لك المبلغ ككل، يعني يبني لك مثال يبقى لك فارق، فهل هذا الفارق الذي أتفق مع المقاول يعتبر شيء يعني حلال أم أنها غير ذلك؟ وجزاكم الله خير. يعني أخ أبويا معلش خليك معنا، سؤالك في مسألة نعم. البنوك الإسلامية، يعني حضرتك بتسأل على أن المقاول أنت بتتواصل معاه وممكن أن تخفض منه السعر يعني ولا؟ نعطيك مثال، البنك يعطيك مبلغ 200,000 دينار جزائري. تمام. فأنت مع المقاول تقول المبلغ لا أريد استهلاكه ككل، أريد استهلاك فقط 260,000. تمام. على أن هذا الفارق 40,000 أخذه مباشرة من المقاول كمبلغ. أي نعم. احتياجات أخرى. أي نعم. فهل هذا جائز أم تمام. طيب خلاص. أيضا خليك معنا أخ أبو آية عشان الدكتور له حاجة. نعم. خليك معنا على الهاتف عشان الدكتور له حاجة يسألك يعني. دكتور الأخ أبو آية بيسأل عن أحد المعاملة في أحد البنوك الإسلامية، يعني البنك بيعطي للأخ مثلا مبلغ من المال عشان يعمل أمر معين، مثلا يشتري شيء أو يعمل شيء يعني، فهو بيتفق مع المقاول أنه يقلل التكاليف حيث يوفر جزء من هذا المبلغ وياخده لنفسه. فسؤال الأخ السائل أبو آية من الجزائر، هل هذا الأمر يعني يجوز أم لا؟ لا، إذا اتفق مع المقاول من الباطن حيث يقلل التكلفة، أخشى أن يكون في هذه المعاملة يعني نوع من الغش ونوع من الخيانة. لماذا؟ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، البيعان إذا صدق وبين بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم حقت بركة بيعهما. والحديث الصحيح، من غشنا فليس منا. وأنا أظن يعني لأخي الحبيب أبو آية جزاه الله خيرا، يعني بأسماء الحسنى وصفات العلى وآيات القرآنية المنزلة، ارحمنا برحمته الواسعة ومن رحمتك من سواه، ما دام البنك إسلامي أرجو أنه هو لو راجع قسم ما دام البنك إسلامي في البنوك الإسلامية، معلوماتي مع مرحلة العمرية أن كافة البنوك الإسلامية فيها قسم يسمى قسم الرقابة الشرعية، فيه إخوة لنا من دارس الشريعة تعرض عليهم المعاملات التي تعرض وتمر على ذي البنوك، فما كان منها مشروعا وما كان منها حقا اعتمدوه ووافقوا عليه ونفذوه واعتمدوه، كان منها غير مشروع رفضوه وأوقفوا تنفيذه. فالمعاملة مدام بنك إسلامي سليمة، لكن المعاملة بقى من الباطن بقى بين العميل إذا صح التعبير أو بين الزبون إذا صح الوصف، بيتعامل مع المقاول من الباطن بحيث أنه يخفض، هذا فيه نوع من الغش وأكل أموال الناس بالباطن. فأرجو أنه يراجع المسألة مع قسم الرقابة الشرعية حتى تكون معاملته صافية وليس فيها شبه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحرص يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه السلام. جزاك الله خيرا دكتور. يمكن الأخ أبو آية أيضا كان طلب من حضرتك الدعاء، يمكن دكتور مسألة تحري الحلال، يعني الواحد يدعى دائما بهذا الأمر إن شاء الله ربنا يوفقه للكسب الحلال. وعفوا، الكسب الحلال الذي يعني يتم صرفه بعد ذلك في الأكل والشرب واللبس من عوامل استجابة الدعاء. نعم. ليس من باب الدعاية، إنما يعني في كتابي جوامع الكلف في مقل العبادة في الجزء الأول دراسة قلت فيها
يعني من أسباب استجابة الدعاء تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا أمر الله تعالى الرسل؟ قال الرسل كلوا من الطيبات. ده أمر بين الرسل. نفس الأمر للمؤمنين. الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم. يبقى أمر كل من الرسل المؤمنون بالأكل من الطيبات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذكر الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعر الشعر غير مرتب غير مسرح أخضر يدل عليه أثر السفر في غبار في أدربة أشعر أخضر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يمد يديه إلى السماء. وفي هذا دليل على جواز رفع اليدين عند الدعاء. يمد واضح لسه هو. أرجو التنبه أنا في دروسي ومحاضراتي يعني ألفت النظر إلى فوائد عجالة بحيث يعني نتدبر ونتأمل في نصوص الكتاب والسنة لأن الله تعالى دعانا إلى التدبر فقال أفلا تدبرنا القرآن ولأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وبالتدبر يتم الاستنباط الأحكام. يمد يديه هذا دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فلذلك العلماء يقولون من أسباب عدم استجابة الدعاء الأكل الحرام والعياذ بالله والعياذ بالله واللبس الحرام. والحديث الحديث الشريف أن العبد لا يقذف باللقمة الحرام لقمة 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 مش عارف بقى الاخ طارق عارف اللقيمات ولا لا لقيمات لقيمات تصغير لقمه يعني دكتور ايوه لقيمات القاضي لقمه القاضي اللي عامل الحلوى ما اعرفش ليه سابوها للقاضي يعني كان ما حدش بياكلها للقاضي يعني لقيمات. لكن الحديث ورد بحسب ابن ادم لقيمات لقمه ان العبد لا يخطب باللقمه باللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما سبحان الله لقمه من حرام ما بالك اذا كان الراتب ما بالك إذا كان فيه هبر من حرام ما بالك بقى إذا كان يعني لقمة بس ما بالك إذا كان الراتب بقى كله والأكل كله والشرب كله الوجبات كلها والملبس كله والمصاريف كلها الدخل كله حرام والعياذ بالله إذا كان من الربا ولا من أكل أموال الناس بالباطل ولا من الغش ولا من التطفيف ولا من السرقة ولا من الغصب ولا من الاحتيال والعياذ بالله. نعم دكتور احنا تقريبا لسه 3 دقائق من وقت الحلقة فاحنا ممكن يعني ناخد مثلا فايده واحده او ندخل في الدعاء وان شاء الله نخصص ايضا حلقات نستكمل باذن الله. لسه بنسمي اخ طارق احنا كده خدنا فايدتين من 100 فائده دكتور من الذكر يعني فاحنا لسه كتير يعني. طيب الفائده الثالثه اي نعم افضل عباد الله ان ذكرنا فائدتين لنكن على ذكر لهم اي نعم اعلى واغلى واكبر واعظم فائده من فوق ذكر الله سبحانه وتعالى ان الذاكر يذكر الله عز وجل اي نعم فاذكروني اذكركم لا تنسوا. اثنين ان الذكر به يحقق المسلم الهدف الذي من اجله انزل الله تعالى الكتب وارسل الرسل. الفائده الثالثه والمهمه جدا جدا انه افضل عباد الله افضل عباد الله اكثرهم لله ذكرا. يعني هو معيار الافضليه ها معيار معيار ومقياس وميزان يعني لو في كل الاعمال عندنا شعب الايمان تربو على 70 الحديث الصحيح الايمان بضعه وستون او بضعه وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى شوف نظافه البيئه واماطه الاذى عن الطريق وتنظيف الطريق يعني شعبه من شعب الايمان شوف من لا اله الا الله الى نظافه الطريق ونظافه الشوارع نظافه الشارع شعبه من شعب الايمان اعلى القائلين لا اله الا الله اكثر من الله ذكرا اعلى اللي بيحافظ على نظافه الطريق اكثر من الذكرى. لو نظرنا الى الصائمين ولهم باب خاص في الجنه لا يدخل منه الا هم يسمى باب الريان باب الريان افضل الصائمين اكثر من الله ذكرى. في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام اكثر الصائمين يعني ايه لله تعالى اكثر يعني افضل الصائمين اكثرهم لله ذكرى. افضل المجاهدين في سبيل الله اكثرهم لله ذكرى. افضل المصلين اكثر من الله ذكرا. دكتور معلش غير دقيقه واحده بس لو اللهم انك عفو العفو والعفو عنا اللهم سبحان العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء حزننا ودستور حياتنا اللهم
الكريم، اللهم بوجهك الكريم، اللهم بوجهك الكريم، اللهم بوجهك الكريم، اجعلنا اكثر خلقك لك ذكرا لك شكرا وخشيه، وعندك قدرا واجرا. اللهم اشغل كل من يشغلنا عن ذكرك، اللهم حل بيننا وبين كل من يحل بيننا وبين ذكرك. بوجهك الكريم نسالك استقامه كل ماء، نسالك استقامه كل ماء وكفايه كل شاغل. بوجهك الكريم يا رب العالمين اسمائك الحسنى نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا فهو اعلى الذكر، اجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء حزننا ودستور حياتنا. اللهم انا نسالك جمعا وقرانا، اللهم انا نسالك جمعا وقرانا في قلوبنا وعلى السنتنا وعلى جسدنا حسن العمل به، واجعله حجه لنا لا علينا، اجعله شفيعا لنا يوم القيامه، اجعله قائدنا الى الجنه ولا تجعله سائقنا الى النار. نسالك بكل ايه منه في الجنه درجه، وبكل كلمه منه كرامه، وبكل سورة منه أسورة من ذهب وفضة وبلوة، ونسألك بكل حرف منه حلاوة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. ألزم قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا وأحفادنا وأصباطنا ما تناسلوا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا فيك، ألزم قلوبنا حفظة وألسنتنا حسن تلاوته وجوارحنا حسن العمل به. اللهم أقم الإسلام دولة وارفع القرآن راية، واجعلنا من جند الاسلام المخلصين المخلصين، انك سميع قريب مجيب العفو عن الرحمين. اللهم انصر كل من ينصر القران، اللهم انصر كل من ينصر القران، اللهم اعلي بفضلك كل من يعلي كلمه القران باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. هذا واوصي اخواني واحبائي بالله تعالى بادمان الصلاه والسلام على رسول الله، ولا سيما من مغرب الخميس الى مغرب الجمعه، كما اوصي احبائي بالحرص على اداء صلاه الفجر الجمعه كل اسبوع في جماعه. فأفضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة، أفضل الصلاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، أن نستكمل باقي فوائد ذكر الله بعد هذه الثلاث على الطريق إلى الماء إن شاء الله سبحانه وتعالى. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر طبعا موصول لحضراتكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.